كشف الفنان أحمد حلمي عن تحضيره لحفلات ستاند أب كوميدي على المسرح سيعرضها في القاهرة والإسكندرية، وأشار إلى أن تلك الحفلات ستتضمن تفاصيل مختلفة عن الشكل المعتاد للستاند أب كوميدي، وستكون بحضور الجمهور لأنه اشتاق للوقوف أمام الجمهور وجها لوجه والتحدث معهم. يذكر أن حلمي صدر له مؤخراً باكورة مؤلفاته الأدبية، وهو كتاب 28 حرف الذي جمع فيه عدة مقالات سبق أن كتبها في جريدتي الدستور والشروق. وفي نفس الوقت بدأ حلمي البحث عن فكرة فيلمه الجديد، وكان آخر أفلامه إكس لارج الذي حقق نجاحاً كبيراً وأرقاماً قياسية في إيراداته. ألو؟ بقولك إيه يا حبيبتي؟ إزاي أدور على حد على الفيسبوك؟ أنت مجدي؟ ألو دينا؟ عايزة أتخيلك، جسمك عامل إزاي؟ أنا حجمك ده ما يفرقش معايا خالص. طب أقولك حاجة ما تصدقني؟ احكيلي احكيلي. أنت أي بنت تتمنيه؟ عارف عارف. الورد الجميل ده عشاني؟ آه. في إيه؟ اللي تحبك تحبك علشان جوهرك، مش مهم عندها فخادك ولا وراكك ولا. عشان كده يا جماعة أنا قررت